وسهلا ومرحبا بعشاق صفحة 90 جمعة داخل الوطن وخارج الوطن. نستضيف لكم في هذا الشريط المصور فنان ينتمي إلى منطقة 90 جمعة السيد عشير أونا. مرحبا بسي عشير أونا. مرحبا سي خالد. في البداية بغينا نعرفوا شكون هو عشير أونا. أونا عشير مولد 1972، بديت في هذا الشيء ديال الفن 2005. كان هرس الهضره لراسي ولحنها لراسي وكنسجل الكاسيت، ولكن كنسجلو ما كاين والو، ما كاين اللي يعاوننا، ما كاين والو. السي عشير، امام الصعوبات اللي كتعرض المسار الفني ديالكم، شنو هو النداء اللي بغيتو توجهوه للمسؤولين عن القطاع الفني؟ لا تترسي المسؤولين هذاك عاون، ان القرصنه وناخذ الجمعين ديا دغي مشي تسجل دوار غرخه ولا الرزايا ولا الكوانسه، الرزايا ولا السوق، الرزايا ولا المغربين، ولكن غرق الصعوبات خصك تسجل الكاسيطة سميتها بزاف بزاف غير. سي عشير، العشاق ديالك في البلدة بغاو، في البلدة وخارج البلدة بغاو يسمعوا شي مقطع من الأغاني ديالك الخاصة. مرحبا. اللي خاص سيدي هكا نخزيك كنخزيك كنسافر زيك يسري خضر يسري خدي راح شوي زيك أنا وتزيك قدو خاسكين ناري خزيك أنا غول شوي زيك لا كنخزيك كرخزي كنسافر زيك يسري غادي راح شوي زيك انا وتزيك خذو خاسكين ناري خزيك انا غول شوي زيك انا يلولينو اتيني خي وحبيبي رانا سكمشتو فيخ. سي عشير، نخليو لك كلمة أخيرة. اي اذا تسلم خف اذا عين جمعة سما سلان عز نغوري بزاف ارت منخ سير مسؤولي هذا ناير الحل عين جمعة الناس ما يدرو ليخ 42 عام العمر ديالي عين جمعة كما زدت فيها مازال هي هي يا ربي جيبنا شي يعفو مني من الله ولا من يد المسؤولين. شكرا سي عشير ومسار فني موفق ان شاء الله. شكرا سي خالد.